السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الروشتة، ومعكم باسم حامد التوعوي في مجال الأمومة والطفولة والحاصل على دبلومة التوعوية في مجال صحة الحامل والطفل. طيب خلينا نتكلم النهاردة عن موضوع مختلف تماما 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 عن الموضوعات اللي أنتم متعودين عليها في قناة الروشتة، يمكن ليه علاقة ولكن الحديث عنه هيبقى مختلف. هو موضوع الحمل ببنات، الحمل ببنات وحالة الإحباط اللي ممكن تيجي للكثير من السيدات. أحد الأخوات كانت بتقول لي أنا عندي شعور بالاكتئاب شوية لما عرفت إنها حامل بالبنت الرابعة، هي عندها 3 بنات ربنا يخليهم لها، وهي عرفت إن في حملها الرابع ده هتكون برضو بنوتة، عرفت طبعا عن طريق السونار في الشهر الخامس. ومن هذا الوقت وهي تعاني ما بين حين وآخر بالإحساس بالضيق، هي نفسها في ولد. طبعا شيء طبيعي إن واحدة تكون عندها 3 بنات تبقى متشوقة للأولاد، شيء منطقي يعني، دايما الإنسان بيحب التنوع. يعني لما أنت تبقى تخيل مثلا لما أنت تبقى حلواني وطول النهار عايش وسط الكنافة والبسبوسة والجاتوه والحاجات دي، أنا بشبه البنات بالحلويات يعني، فتبقى مشتاق ان انت تاكل حاجة حادقة شوية، ده شيء منطقي، ولكن الحياة لا تعطي كل شيء. طيب بس خليني اقول لكم في حاجة مهمة جدا، وانا بوجه حديث لهذه الاخت ولكل الاخوات اللي شغلين بالهم وبيضيعوا صحتهم وعافيتهم وعمرهم في اللهس والجري وراء الحصول على ولد. تبقى عندها 6 بنات وبتحاول في المرة السابعة، يبقى عندها 7 بنات وبتحاول في المرة الثامنة، وما أكثر هذا الأمر في عالمنا العربي. خلينا أقول لك إحنا بنعمل كده ليه. طبعا الفكرة السائدة في مجتمعنا ولد يبقى سند حلو قوي. خلينا أقول لك جالك ولد، عمرك قد إيه؟ اللي بتبحث عن الولد عمرك قد إيه؟ 25 سنة مثلا. جميل، الولد ده عقبال ما يبقى سند لحضرتك هيبقى عمرك قد ايه؟ هيبقى مثلا عمره 25 سنة لما يبقى عافي كده ويروح يشتغل، ده يعني بفرضية ان هو هيلاقي شغل وهيلاقي وهيبقى قبضاي. طبعا التصور دايما اللي في بالنا ان ولد هيبقى قبضاي، هيبقى مقطع السمكة وديلها، هيبقى صلاح الدين الايوبي، هيبقى علي بن ابي طالب، هيبقى ومن ادراكم. طيب فرضا هيبقى كده، هيبقى امتى؟ بعد ما توصلي انت لعمر كبير، بتبقى ضيعتي من حياتك 50 سنة بحثا عن اللحظات الأخيرة عشان يبقى سند لحضرتك. وامتى سند؟ مش سند ليك انت مثلا، مش هينزل يجيب لك الأكل، ومش هينزل يعني يصرف عليك، انت لسه في واحد بيصرف عليكي، في الأغلب زوج بيصرف عليكي. ولكن دايما اللي بيقول لك ايه، عشان لما اجي اتعب لما اكبر وادخل المستشفى الاقي واحد واقف معايا. طيب يعني احنا بنضيع عمرنا كله عشان لحظة المستشفى؟ خلاص يعني بنضيع حياتنا كلها عشان لحظات المستشفى، لما لا قدر الله بنيجي نتعب بنلاقي حد واقف بيحاسب التمرج بره ولا بيحاسب المستشفى، ولا الاقي واحد مثلا شايل النعش بتاعه وموديني على الاخره، بنضيع حياتنا كلها عشان ايه؟ طب ما هو في الاخر هيتجوز، بل يعني يتجوز ويعيش مع واحده، وممكن يكون اهتمامه لهذه السيده بطبيعه الحال. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الهدف وراء الحياة هي عبادة ربنا سبحانه وتعالى، الهدف وراء الإنجاب هو إن أنا أنجب عباد لله سبحانه وتعالى، أحسن في تربيتهم سواء كانوا أولاد أو كانوا بنات، عشان يطلعوا مؤمنين ومؤمنات، وستجزي خيرا عن تربية الأولاد وتربية البنات. بل النبي صلى الله عليه وسلم أكرم أصحاب البنات وقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اللي ليه بنت هيدخل الجنة، واللي ليه بنتين يدخل الجنة، واللي ليه 3 هيدخل الجنة بحسن تربيته ليهم. فلما ربنا يعطيك البنات فهو بيعطيك اللي هيبقى لك، مش هيعطي لك اللي هيفنى لك. لما بيعطي لك الأولاد، الأولاد طبعا خير، ولكن لما بيعطي لحد البنات بيديله الحاجة اللي هتبقى له الحياة الآخرة، الحياة اللي عند ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة لما يحسن عملنا وربنا يغفر لنا ويتوب علينا ونحسن للبنات اللي احنا بنربيهم.
ربنا ساعتها بهذا العمل هيخلينا في الحياة الأفضل خالدين مخلدين في النعيم. ربنا بيبعت لك حاجة عشان تبقى تذكرة دخولك للجنة ونعمها الأبدية، مش لحاجة تستمتع بيها بضعة سنوات أو بضعة سنين. أنا أقعد أربي، طب ما هو الولد هيبقى عالي عليا وهو صغير، والبنت هتبقى عالي عليا وهي صغيرة، الولد هيعمل بيبي ودي هتعمل بيبي، الولد مش عارف هخاف عليه وهو نازل في الشارع وهو صغير، البنت نفس القصة، الولد هجيب له مدرس عشان يتعلم، البنت نفس القصة. هتفضل كده مع سنوات الحياة إلى أن تستمتع بالجزء الأخير من حياتك، لما تبقى خلاص وانت رجلك والقبر. أنا سندت على ابني. عمل إيه ابنك؟ أصل الله يكرمه خدني ووداني عند الدكتور. يعني البنت مش هتوديك عند الدكتور؟ البنات ما شاء الله دلوقتي الأنسات دكاترة مهندسات بيسوقوا سيارات زيهم زي الأولاد باحترام بحشمة، تقدر توديك حضرتك عند الدكتور. وممكن يبقى الولد مش قادر يشيلك أو مش قادر يشيلك، فيبعت يجيب 2 من على القهوة يشيلوهم يشيلوك معاهم. بسيطة يعني، مش لازم عشان يبقى ولد هيقدر يشيلني ويوديني للدكتور. وبعدين دايما نبقى شاغلين بالنا بالجزئية دي بس، وفي ناس تانية يقول لك عشان الميراث. طب هو انت لما تبقى تحت التراب والدود بياكلك هتحس مين واخد ايه؟ بلا واكسة، ده انت هتبقى في حاجة يعني تتمنى فيها ان انت لا تكون لا جبت ولد ولا بنت، ده انت هتبقى بس بأمنيتك الوحيدة ان انت تعدي من الاختبارات ومن الأسئلة اللي هتتسأل لك يوم القيامة وفي القبر. فدايما البني ادم شاغل باله بنات، انا نفسي في ولد. طب نفسك في ولد، يجي لك ولد، حاولي اقعدي حاولي احملي في المره الخامسه في السادسه في السابعه، ان شاء الله تجي لك في التاسعه. وبعدين خسرت صحتك، خسرت عافيتك، خسرت كل حاجه، وفي الاخر عشان لما يكبر تبداي تحسي بطعم ان انت اتسندتي على الولد. حد يقول لي ايه المتعه في انه يجيب ولد عشان يبقى شديد؟ من ادركي، والله ثم والله ان في بنات لو قلعوا الشبشب اللي هم لابسينه او الجزمه اللي هم لابسينها وضربوا بيها اي حد، ما حد يقدر يفتح بقه لانها بنت ب 100 راجل. وفي ولد ماشي لو شاف قطه في الشارع ما يقدرش يعدي الشارع لانه خايف من القطه. اهم شيء، اهم من ان انت تبقى مركز مع حته الولد والبنت، ان يبقى الذريه قويه. استمتع بالحياة مع بناتك، استمتع بحياتك مع بناتك. خير خلق الله كان له البنات، ولما ربنا رزقه بالأولاد لم يعيشوا له. الفكرة إن ده لم ينقص أبدا من خير خلق الله إنه يبقى اللي عايش له هم البنات، بل ممكن تكون رسالة للبشر اللي عنده بنات، اللي عنده بنات عنده الخير. مش عاجبك الكلمة دي؟ خلاص، اللي عنده الولاد عنده الخير. روح ضيع حياتك وضيع حياة زوجتك وضيعي صحتك وافضلي حاولي 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 حاولي. جبت الولد في الآخر بعد المحاولات، شوفي تغيرك 180 درجة مع الولد، لأنك تلهثي وراء الحصول على الولد. تجدي في النهاية إن أنت بتفرقي في المعاملة ما بين الولد وما بين البنت، هيعود ده بالسلب على البنات الغلابة اللي انت خلفتيهم لانك اهتميتي بالولد. وفي الحالة دي هتبقى خسرتي اقسم بالله الاتنين. ازاي؟ لان انت خسرتي البنات لان انت اثرتي على نفسيتهم سلبا، ان انت ما اهتمتيش بيهم وفرقتي في المعاملة ما بين الولد اللي جالك في الاخر وما بينهم، وخسرتي الولد لانك هتدلعيه دلع مش هيعمل راجل، الدلع عمره ما يعمل رجالة. ضيعيش حياتك، استمتعي ببناتك. بناتك مش سبة، وبناتك مش فضيحة، وبناتك مش حاجة وحشة ولا حاجة عيب. بناتك، علموا بناتكم القوة، ربوا بناتكم على القوة، ربوا بناتكم على القوة. علموهم كويس وعلموهم ان هم ما يبقوش ضعاف، ده الافضل من ان انتوا تلهثوا وراء الحصول على ولد. يا رب اللي نفسه في حاجة تجيله، بس بدون أن يؤثر ذلك الأمر على أي شيء تاني في حياتك. صحتك مهمة، وربنا يرزقك الخير ويرزقك البركة في هؤلاء البنات. بشكركم وبشكر كل واحدة اهتمت ببناتها وربتهم وعلمتهم وخلتهم أحسن ناس
محدش يعرف مين في الأولاد هيكون هو العون ليه. أعرف أحد البنات وقفت مع أبوها، أقسم بالله ما يبقى في واحد يقف مع أبوه في مرضه زي هذه الآنسة، ربنا يعني يجزيها خير، بجد وقفت معاه واقفة بمئة راجل. ده السند اللي انت او اللي انت ممكن تبحثي عنه، ممكن تجديه في بنت ولا تجديه في ولد، وممكن العكس. ده بيتوقف على التربية. يلا، سلام عليكم.